مرحبا بكم بعدا معنا، كنشكركم على الحضور ديالكم. حاليا كنتواجدوا في مهرجان بالوما من تنظيم الفدرالية الزناتية للفروسية والألعاب. خير، مرحبا بكم ومرحبا بمقدمة أمل معنا. شكرا، بارك الله فيك وشكرا على التلبية الدعوة. بارك الله فيكم وشكرا لكم بزاف. أولا معكم مقدمة أمل أحمري اللي كتمثل الصربة النسوية ديال مدينة القنيطرة. الصربة ديالنا حائزة على عدة جوائز، من بينها الجائزة الذهبية، الميدالية الذهبية بالبطولة الوطنية اللي كانت كتقام بدار السلام، كذلك كأس الحسن الثاني. ومرحبا بينا معكم وتبارك الله عليكم، لأن بكم باش كل شيء يعني كيوصل لواحد الصدى كبير. بالنسبة للمشاركة ديالي في مهرجان بالوما اللي تبارك الله ما عليا إلا النوه بالتنظيم، أنا جد فخورة أن عندنا مهرجانات ديال تبوريدة بهذا المستوى. تبارك الله على الناس المنظمين اللي كنحييهم واللي تنقول لهم فريمون طلعتوا لاباغ بزاف، وهذا كيشرفنا وكيشرف كاع المغاربه. مهرجان بالوما على ما اعتقد كيتعتبر من المهرجانات الكبار والاوائل من بعد يعني البطوله وداكشي. المشاركه ديالي هنايا كانت غادي تكون كانت الدعوه في كانت غتكون في 2020 مع الصربة ديال غزلان، يعني كانوا يكونوا جوج ديال الصراب، ولكن بحكم ديك الساعة ديريكتومون بعد ما يعني ما تحدد بأن المهرجان غادي يكون داكشي كان جات كورونا فكنحبس كلشي. وهاد السنة أيضا يعني كانوا غيكونوا جوج ديال الصراب، ولكن لدواعي غزلان اللي عندها الحق تقولها فتعذر عليهم، وبقات الصربة ديالنا هي اللي حاضرة هنايا. هادشي كيشرفنا وتنقول للناس المسؤولين شكرا على الدعوه، شرف لينا، وشكرا غزلان على المسانده ديالك. هو المحاليك كتختلف ايفيكتيفمون من الترابي العشبي، دائما يعني كاينين صعوبات، اللي الترابي فيه الصعوبات والعشبي فيه الصعوبات، يعني كيبقى الحافظ الله ويعني خاص الخيل تولف ونشد يكون شدان باش العود يولف داك المحرك والفارس يولف المحرك. وكنظن اسبوع راه كافي على ان ما يجي فين سالي الاسبوع حتى يكون كل شيء ولف، وان شاء الله ما يكون غير خير. وهو فيما اي مهرجان مشيتي ليه ما شي كل شيء غيبقى فوق العود، السقوط يعني راه الحوادث العرضيه راه كتكون في اي مهرجان في اي موسم، ماشي في موسم من غير موسم، لا هذا كيبقى يعني بزاف المشاكل كاينين في تبوريده من ناحيه الحوادث، من ناحيه البارود، المكحله، العود، يعني كيبقى الحافظ الله والله يحفظ جميع البرديه والبرديات، والله يسهل على الجميع، الله يحفظهم يا ربي. الجمعيه ديالنا من الجمعيه القدام، انا يعني كنت اعتبر من المقدمه تبارك الله اللي درت البلاصه ديالي ودرت البصمه ديالي هذه سنوات. الدخول ديالنا للميدان كان سنه 2004 بعد ما كنا كنزاولوا انا والاخت ديالي للقفز على الحواجز. من بعد بدينا يعني كناخذوا ديك التجربه، بدينا كنتعلموا مع سراب رجاليه، بدينا كنعرفوا اصول تبوريده شنو هي، بدينا يعني كنتعلموا باش نوصلوا حتى حنايا ونديروا الصربه ديالنا. كانت تاسيس ديال الجمعيه سنه 2007 للرئيسه ديالها السيده سوريا سويلي من هي الام ديالي، تحت لواء جمعيه النور للتراث والاصاله فارسه النور. والحمد لله بدات الانطلاقه ديال الجمعيه في 2007 ومستمره الى يومنا هذا، وكنتمنى لنا التوفيق وجميع السراب المشاركه وجميع الفارسات. هو في البدايات ديال السربه يعني ديك الساعه ما كانوش الفارسات بزاف، كنا كندربوا فارسات من المدينه، بالضبط من المدينه ديال القنيطره بحكم السربه ديالنا ديال القنيطره. داز الوغ، المهم بزاف ديال الحيثيات لا داعي ندخلوا فيها. الحمد لله دابا عندنا صحاباتنا في جل ربع المملكه، واخا ان العدد ديال البرديات قليل وقليل بزاف وغادي وكيقلال ماشي غادي وكيكثر. يعني كنعرض على بنات اللي الحمد لله وشكر لله ما كيخيبونيش برديات، يعني
اللي كيستاهلوا كلمه برديات فارسات كيبغيو تبريضة وكيعشقوها وعندهم واحد الحب للبارود وكيعجبوني كيعجبوني يكونوا معايا في السربه كي مولفين بعضياتنا بحكم ان هذا ماشي هو اول مهرجان نكونوا مجموعين فهكا كيوقع احنا كنعرضوا على بنات بنات كيعرضوا علينا وهكا كتكون المسيره. العدد ديال الفارسات اللي مشاركين في مهرجان بالوما هو 10 فارسات السن ديالهم كيتراوح من 20 كنظن 30 سنه 31 سنه وكلهم دايرين بلاصتهم وكلهم تبارك الله عليهم الله يحفظهم الله يركبهم لكم العز الله ينزلهم زول الطاعه. هي ماشي ضروري لان ماشي ضروري لان تيقول لك صادق حسن سابق يعني انسان صادق في الميدان واخا ما يكونش سابق فهمتي شحال من فريسه بدات هي الاولى في عائلتها ياك الفريسات اللي معانا والديهم اغلبيه والديهم عندهم الخيل والديهم كيركبوا معايا مقدمه ديال مراكش اللي كتركب هي واختها وورثين هذا الشيء الاب ديالهم معانا غزله الاخت ديالها اللي حتى هما يعني وارثين هذا الشيء ابا عن جد بنات اخرى بقات هما وارثين هذا الشيء ابا عن جد بنات ستات وكذلك كتركب مع باها وداك الشيء يعني كنا هنايا وارثين هذا الشيء على جدودنا والحمد لله مفتخرين به وكنحاولوا نبينوا في احسن صوره ونعطيو حقه لانه كيستاهل هذه رياضه وتراث مغربي ديالنا واصيل اللي خصنا نحافظوا عليه وخصنا نبينوه بصوره اللي كيستحقها ونعطيوه قيمته ونزيدوا به القدام يعني ما نرجعوش اللور الا ما زدناش به القدام ما كاينش علاش نكملوه. تبوريده شنو كتبغي؟ كتبغي العقل ما كتبغيش القوه ولكن كتبغي العقل كتبغي التركيز كتبغي الشجاعه كتبغي الاصرار كتبغي التحكم كتبغي الشخصيه تكون قياديه واخا ما تكونش قياديه مع تبوريده غتولي قياديه كتبغي يعني المواكبه كتبغي الحب الا كنتي كتبغي هذيك الهوايه كتبغي الحصان لنفسه فكون على يقين بانك غادي تمشي فيه بعيد. هنا فين قلت لك انسان صادق في الميدان هذا هو صادق في الميدان حسن شي واحد تيكون سابق كيف ما تنقول حنا داخل مشترجم ولا غير هكا كلها يعني كتبغي تبغي تكون على اصولها. الام ديالي كنظن بسببها باش دخلنا التبوريضه لان حنايا انا والاخت ديالي كان من المستحيل عندنا في العقل اننا نديرو التبوريضه هي اللي كانت كتبغي التبوريضه حنا كنا كنديرو ليكيتاسيون لو سود اوبستاكل القفز على الحواجز وهي دائما تابعه للمواسم حنا ديك الساعه صغار يعني عندنا 9 سنين 8 سنين 10 سنين وكتقول لنا نمشيو معاها حنا كنبقاو ما نمشيو معاك لا ما نمشيوش معاك لا مي جا لو جوغ اللي ربي كتاب وافيكتيفمون مشيت معاها انا الاولى قبل اختي كنتفرجوا ياك عارضين علينا شي ناس عارضين عليها هي شي ناس مشيت معاها قلت لها تما لصقت لصقه وحده يعني انا تنقول لك واحد الحاجه اللي كتجيني غريبه دابا انا شحال وانا في الميدان 20 عام ولكن باقا كنشم هذاك الريحه ديال البارود والريحه ديال العرقه الخيل اللي شميتها هذيك اكثر من 20 عام اللي شميتها هذه اول مره ديما كتضربني النيفي يعني هذيك اللصقه اللي مشيت ونباهرت بالسراب الرجاليه ما كاينينش السراب النسائيه كنشوف كتدخل المحرك كتحس واحد الاحساس اللي فريمون سبيسيال ما كنتش كنحسو انايا شغل لوبستاكل كنقاز ولا كنجري ولا شي حاجه مي فريمون كنت فرحانه بالتواجد ديالي في ركراكه وكنوجه تحيه للام ديالي لان مسكينه ضحات ماديا ضحات معنويا صحيا باش تنوض الصربه ديالنا باش تعاوننا ما كانت كتقولنا لا على حتى شي حاجه سورتو ان هاد الهوايه كتخسر فيها اكثر من اللي كتربح يعني ما كاينش واحد الربح مادي كاين واحد الربح اللي هو نفسي معنوي وبقيتي معنا حتى لدابا لان دابا لما كانتش الام ديالي كاع ما كنظن انا نقدر نمشي شي مهرجان فانا كنشكرها بزاف وتنقول لها الله يحفظك لينا والله يخليك لينا
تبرد النسوية ضعيفة في ضعيف التواجد في الأسباب هي قلة الفريسات، يعني ما كاينش واحد الحافز اللي كيخلي السراب تزيد تكثر، ما كاينش واحد تشجيع كيف ما قلت لك. هذه الرياضة اللي فريمون كتبغي الفلوس بزاف، كتبغي المادة بزاف باش تربي عود، باش يكونوا عندك لي طونط كايدال، باش يكونوا عندك سروجة، ما ساهلش هذاك الشيء، كيجي بشويه بشويه، وهذا كيخصو الماده. الوغ وما كاينش حافز اللي يخليك يعني تسلف وتكلف باش مثلا دير هذا الشيء. الوغ شنو كيعطي هذا الشيء؟ كيعطي كيقلالوا البنات، غاديين كيقلالوا على يعني واحد المده اللي كانوا البنات طلعوا فيها، دابا غاديين كيقلالوا، بقاو فحال غير دوك القدام اللي فعلا متبتين بالتراث وما قادرينش يبعدوا منه، هما اللي بقاو فيه. بالنسبه للقرصنه ما كانش هذيك في المحرك، هذا مشكل كبير كنتعرضوا ليه. علاش؟ لان كيف حل شتي البارح اللعب ديالنا ما كانش قل من اللعب اللي لعبوا الرجال، لان الرجال حتى هما طاحوا، وحنا الحمد لله والشكر لله ودم فضل الله تعالى ما كانوش عندنا سقوط، ما كانش عندنا ضرب ديال المكحله وداك الشيء. الرجال الله يحفظ يا ربي، يا ربي تحفظهم يا ربي وتحفظهم لعوائلهم. طاحوا بزاف، حنا عندنا ضربة فيها 10، ما عندناش يعني شي عود تلا، شي عود بخلو، شي عود ماناط، شي عود ما عندناش، ما كانش عندنا هذا المشكل ياك. باغ كونط الرجال كان عندهم هذا المشكل، ولكن ما ربما ما شافوهمش الناس، ما عطاوهم، ما تبعوهمش، ما قالوش راه الرجال وقع. باغ كونط البنت تلا لها غير شويه عود صافي كتنوض القيامه. علاش؟ لان البنات عليهم ولكن كانت شي العين بزاف. الحمد لله. البنت كتشد العين بزاف، ها هي هزات، ها هي حطات، ها هي واش قرنات، ها هي واش خرجات، ها هي واش لعبات بمكحله، ها هي واش قدرات على العود، ها هي واش ما قدراتش. يعني كي الجمهور كيدير ادق التفاصيل الفارسه، هذا ماشي كيديروا يعني عن يعني بواحد الحاجه اللي نيجاتيف، لا، هو عن حب، هو باغي يشوف، هو باغي يعرف، هو باغي يشجع، باغي يتاكد بان واو راه عندنا فارسات اللي تبارك الله كيديروا تبوريضه لواحد الرياضه محفوفه بالمخاطر، رياضه الموت، رياضه اللي ما كيديروها زعما غير سيادنا، غير انا وانا، شكون اللي يقدر انه يهز السلاح ويجري بالعود ويخرج البارود. فانا كنوجه تحيه للجمهور بالوما ساكنه المحمديه اللي رحبوا بينا بزاف. اش غنقول لك؟ الزغاليت اللي كان البارح على جوج ضربات الاخرين، تبارك الله ما شاء الله، حفزنا. ولكن ملي كيكون مثلا القرصه ماشي هي هذيك الاحساس ديالكم كيفاش كيكون؟ انا قلت لك ما تقدرش تصوروا احساس اللي ما يقدرش واحد يحسن عليه. بالنسبه لك انت قائده؟ انا ما تنتمنى تحل الارض ونغرق وما يشوفني تحد. الغضبه اللي كنغضب انا راه كتغضب مولات تخسر اكثر مني انا ياك، يعني فين غنزيدها انا كنوبخ. علاش؟ لانك تكون هي في واحد الحاله نفسيه اللي خصك توقظها. هذاك التوبيخ ماشي كيكون يعني سب وشتم، لا، تيكون فوالا شنو درتي، يعني كتفيقها، كتكون هي فريمون كتكون غيبات، كتكون طبقات الخطه. كيوقع خلل المكاحله خويا، المكحله سخيه، طاحت المكحله، العود تعثر، البارود مجهد، المكحله تلات، المكحله ما مسخنساش. ربما راه قلت لك البنات كيشدوا العين بزاف، البنات كيشدوا العين بزاف، والعين علينا حق، كتامنوا بها العين علينا حق، وهادشي ماشي جبناه من راسنا، أولا؟